السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحلقة نارية تاني، نارية وقوية. بيقول لك يا سيدي تسريب قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد، وبيقول لك عودة محمد صبحي إلى فاركو بأوامر من الفيفا، وكمان قال لك خناقة خالد الغندور وابو المعاطي زكي. كل ده هنعرفه صح ولا غلط ولا اقرب للصح، يعني متوسط ممكن او ممكن لا، في فقره اعرف الصح على قناتكم صاحب الكوره مع عبد الله اخوكم عمرو عاطف. ما تنساش قبل ما نبدا في اي حاجه تعمل لايك وشير للفيديو في كل مكان، كسر زرار اللايك والشير. ليه؟ عشان تنشر الحقيقه في الحاجات دي كلها. دغدغ زرار اللايك والشير قشطه. بعد كده لو انت مش مشترك في قناه اليوتيوب استاذنك تشترك في قناه اليوتيوب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد قبل اي حد، وتروح تتنك على اصحابك. باشا انا عارف المعلومات كلها مصادرها الموثوقه، انت عارف ان اخوك حبيبك ما بيجيبش غير مصادر موثوقه. ما بنطلعش الحمد لله من اول ما عملنا القناه من اول يوم ما فيش خبر بنطلعه الحمد لله فيك، الحمد لله رب. ولو بتشوفنا على صفحه الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك او فولو صفحه الفيسبوك معايا يا كبير. ركز بقى معايا، وكوبايه شايك في ايدك او شويه بيبسي كده او سيفن، او انت حط السماعات على مهلك كده على هادي، هلخص لك الدنيا كلها انت عارف في دقائق معدوده ما بحبش اطول عليك. قال لك تسريب قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد. لا وإيه؟ استغرب تاني، انت عارف اقول لك استغرب ما تستغربش، مش هقول لك ما تستغربش، لا استغرب لما تلاقي ان القائمة نازلة وفيها اسامي كتيرة ومتشال منها اسامي تانية، وقول لك ان اللعبة دي خلاص مضوا الاندية تانية، والاهلي هيعلن عن الامضة دي في القريب العاجل، ان اللعبة دي مشيوا واللعبة دي يا جماعة قائمة النادي الأهلي للموسم القادم بإذن الله هيكون الإعلان عنها الرسمي يوم الخميس الموافق 15 من سبتمبر لعام 2022. تاني، القائمة الرسمية للنادي الأهلي للاعبيه للموسم الجديد سيتم الإعلان عنها بإذن الله يوم الخميس القادم الموافق 15 من سبتمبر لعام 2022. اي حاجة تسبق هذا التاريخ هبد. اللي يقول لك استبعاد كهرباء من قائمة الاهلي خلاص رسميا للموسم الجديد، واللي يقول لك استبعاد مصطفى شوبير لقائمة الاهلي الموسم الجديد نظرا لانتقاله لنادي بيراميدز بصفة نهائية، واللي يقول لك استبعاد محمد شريف من الاهلي الموسم الجديد بعد انضمام شادي حسين والاهلي يجيب مهاجم تاني عالمي فمحمد شريف ملوش مكان فسوف ينضم لنادي انبي غريبة، واللي يقول لك علي معلول جاي له عرض وماشي خلاص وهيجيبوا الياس شتي بتاع الترجي وكلام كتير. وبص ما استغرب، دايما اقول لك برضو دي حاجه جديده بعد فقره اعرف الصح، استغرب فقره استغرب مش ما تستغربش، لما تلاقي الاخبار دي استغرب ايه ده بتقول ايه يا اسطى. مفيش اي قايمه من اللي نزلت على النت في اي مكان عند اي حد صحيحه. الاهلي بيتكتم على القايمه بصوره قويه جدا، وده نظام صحيح، ده نظام صحيح، ده للأهلي كان بيتبعه زمان يا جماعة، ان هو بيتكتم على الاخبار بيتكتم على الحاجات دي كلها، ده كان من احد اسباب وعوامل نجاح الأهلي. لما الأهلي بدأ يتكلم كتير في الاعلام وبدأ يطلع بيانات كتير ويطلع كلام ده كله كانت احد اسباب هبوط مستوى الأهلي في الموسمين يعني اللي فاتوا او الموسم اللي فات بس بصفة خاصة يعني. لكن الأهلي لما يرجع زي زمان تعرفش عنه اي حاجة، ده الأهلي طار تاني، لأن يعني طول عمر ده نظام النادي الأهلي مفيش أي حد يقدر يعرف عنه أي معلومة. لكن الأهلي الفترة اللي فاتت كان مخترق، كان أي حد بيعرف أي حاجة أي حد. فهنشوف الفترة اللي جاية يحصل إيه، ولكن لم يتم تسريب قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد خالص. طيب عودة محمد صبحي إلى فاركو، بصوا يا جماعة قانونا انا ما فهمش في القانون، ولكن اللي قريته من تحليلات القانونيه لبعض الناس المتخصصين في قانون كره القدم بيقولوا ان محمد صبحي من حق فاركو قانونا، وان محمد صبحي انتقاله للزمالك هو يعني غير صحيح قانونيا. ده اللي انا قريته، انا مش راجل قانون.
وبيقول لك ان العقد اللي مضاه محمد صبحي مع الزمالك هو عقد خاطئ، واللاعب هيتحاسب والنادي هيتحاسب، لان في بند بيقول احقية الشراء ب 20 مليون جنيه، وان يتم تحويل الشيك لنادي الزمالك قبل 15 سبتمبر. لو لم يتم تحويل الشيك بقيمة 20 مليون جنيه لخزينة نادي الزمالك قبل 15 سبتمبر، يحق للزمالك ان هو يمضي مع اللاعب او يرجعه. فدينا مستنيين لغايه يوم الخميس. حتى الان محمد صبحي في الزمالك ده حاليا، وحتى الان فاركو يجهز لشكوى الزمالك في الفيفا وشكوى الحارس في الفيفا. فاركو قالوا ان هم بعتوا صوره الشيك لنادي الزمالك او لاداره نادي الزمالك اللي هو فيه 20 مليون، ان هو خلاص تم دفعه ولكن لم يتم تحويله. تاني، لو لم يتم تحويل الشيك الخاص بشراء محمد صبحي البالغ قيمته 20 مليون جنيه مصري قبل يوم 15/9/2022، يحق للزمالك عودة محمد صبحي بدون أي مشاكل قانونية. لو تم تحويله قبل ما يوم 15/9 يخلص بدقيقة، خلصت، محمد صبحي فرقاوي، يرجع لفرقه، ساعتها الزمالك يتم تغريمه ومعاقبته هو ومحمد صبحي، وربنا يستر ما يحصلش مشاكل وإيقاف قيد وقصص كده يعني. ماشي. خناقة أبو المعاطي زكي وخالد الغندور. خالد الغندور يعني جاب صورة لأبو المعاطي زكي وهو ماسك فيها تيشيرت القضية ممكن، وبيقول أدي أبو المعاطي زكي اللي كان بيتكلم عن الحياد وبيتكلم عن عدم الانحياز، هم الصور مع تيشيرت القضية ممكن بتاع النادي الأهلي، وادي اللي جاي يعلمني. وبقول لك خالد الغندور علموه الحياد، اتعلم أنت الأول الحياد وتعلم أنت الأول عدم الانحياز وهكذا. راح طلع أبو المعاطي زكي في فيديو عنده، وطلع اتكلم عن خالد الغندور وقال له انت عمرك ما هتبقى محايد، انت على طول منحاز، ان انت اصلا في قناه فئويه تبع نادي الزمالك ما ينفعش تبقى محايد، وبعدين مش انت اللي تعلمني الحياد، انا راجل اهلاوي بفتخر بان انا اهلاوي، لما بيطلع حاجه ضد النادي الاهلي بتكلم عنها، لما بيطلع حاجه كويسه للزمالك بتكلم عنها، لما بيطلع حاجه وحشه للزمالك بتكلم عنها، بتكلم بمنتهى راحتي ومنتهى يعني ما يملي عليا ضميري في قناتي الخاصه بتاعتي، وبقول اللي انا عايزه والناس كلها تشهد ان انا محايد وغير منحاز وبتكلم بالحق، ولكن انا اهلاوي فخور بكوني اهلاوي وفرحان ان انا اهلاوي، انت ايه مشكلتك؟ لكن انت منحاز ما بتقولش الحق، انت راجل في قناه فئويه ما تقدرش اصلا تتكلم وتقول اي حاجه، كل حاجه بتبقى طالعه عن الزمالك، فانت منحاز، فمش هتيجي انت يا خالد الغندور تعلمني الحياد. وقعد يدي تاني اكتر اكتر اكتر، وواضح ان الخناقه دي يا جماعه هتكبر، ولسه خالد الغندور وابو المعاطي زكي هيخشوا يتخانقوا اكتر. انا برده مش عارف خالد الغندور، ابو المعاطي زكي طول عمره بيقول انا اهلاوي، فانت مش عارف برده خالد الغندور ايه المشكله لما يشوف ابو المعاطي زكي منزل صوره ان هو اهلاوي، زي كده خالد الغندور لما بينزل صوره ان هو بتشيرت الزمالك او ان هو زملكاوي بيطلع يقول لك انا محايد، محايد ازاي يعني؟ طب ابو المعاطي زكي مصر كلها عارفه ان هو اهلاوي، ايه المشكله؟ برده مش فاهم لما يطلع يتصور بصوره القضيه ممكن، ولا مش عارف ايه ولا يعني مش فاهم والله ايه المشكله، ما يتصور ما هو اهلاوي، ايه المشكله؟ تعلمه ايه ان هو يبقى محايد على قناته الخاصه، حتى لو مش عايز يبقى محايد بقناته الخاصه، لكن انت شغال في قناه ومش عارف تبقى محايد عشان انت قناه فئويه صح؟ ما اقولش حاجه، ما ينفعش حد يبقى مثلا اسلام الشاطر ما ينفعش يبقى محايد في قناه الاهلي، ولا خالد غندور ينفع يبقى محايد في قناه الزمالك، بس ما تطلعش تقول الناس انت هتعلم تبقى محايد، خليك في نفسك يا باشا، خليك في حالك، انت مالك؟ ما علينا يعني. كان مع اخوك عمرو عاطف في قناه صاحب الكوره، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.